رشيد علقمة الكاتب العام للتنسيقيه الجهويه لجهه دار البيضاء سطات. حنا للشهر الثاني على التوالي كنقوموا بهذه الوقفات احتجاجا على المرسوم المشؤوم جوز 17535 لاقصاء الممرضين المجازين من الدوله ذوي تكوين سنتين. احنا عندنا طلب واحد وهو الترقيه الاستثنائيه، يعني اللي بسلام تسعود راه عيب وعار ان انسان خدم 35 40 سنه ومازال قابع في سلم تسعود، كاين اللي في سلم 10. حنا كنطالبوا الوزاره تعطينا ترقيه استثنائيه استعجاليه، اللي يعني اللي في سلم تسعود يدوز 10 واللي في 10 يدوز 11 واللي في 11 يدوز خارج السلم. راه عيب وعار احنا الممرضين والممرضات اللي كنحاربوا في هذه الجائحه ديال كوفيد، يعني في الصفوف الاولى وقطاعات كلهم خاضوا مكافآت وخاضوا دي بريم، الا وزاره الصحه بالعكس اقتطعت لنا من الاجور لمده 3 اشهر. جميع الممرضين والممرضات اقتطعت لهم الاجور ديالهم وحرمتنا من العطله السنويه اللي احنا ولاولادنا، وهذا راه عيب وعار على وزاره الصحه، لانه احنا ما كنطلبوش. احنا عددنا في المغرب 5000 ممرض وممرضه مجازين بالدوله ذوي تكوين سنتين اللي كطالب بالتسويه ديال الوضعيه ديالها، وهذا الملف راه ماشي شي ملف اللي هو ثقيل. حتى كتشوف مؤخرا ان وزاره الثقافه خرجت مليار و400 مليون على اشباه يعني الطارجيه والبنادريه، عطاتهم مليار و400 مليون، وحنا اللي حنا في الصفوف الاولى في الجائحه احنا مازال ما عطاتنا وزاره الصحه حتى حاجه، ما عطاتناش حتى حقنا اللي هو ترقيه استثنائيه، لان احنا اللي حاربنا الامراض، وحنا الاغلبيه فينا عندهم مسؤوليه، يعني احنا مسؤولين في وزاره الصحه كلهم دي ماجور دي سيرفيون جينيرو، كلنا عندنا مسؤوليه هازين ودي مونيتور، وحنا اللي كونا هذا الجيل الجديد ديال الممرضين، حنا اللي كوناهم وحنا اللي يعني قريناهم وكوناهم، وراه عيب وعار اننا الناس تبقى في هذه السلاليم الدنيا، راه عيب وعار على وزاره الصحه. حنا عندنا مطلب واحد وهو ترقيه استثنائيه استعجاليه، وهذا الملف راه ماهوش شي ملف ثقيل على وزاره الصحه ولا وزاره الماليه. ها هما خرجوا الملايير مليار و400 مليون غير وزاره وحده هذه خرجت هذا الشيء، وحنا كيقولوا لنا ما كاينش، راه حشومه. حنا الملف ديالنا راه فيه 5000 واحد، راه ماشي شي حاجه كثيره، والناس ديال التعليم راه كان العدد ديالهم يعني ضحايا النظامين معروفون بضحايا النظامين، راه اكثر من 25000 ديال الناس ديال التعليم، وراهم تسوات الوضعيه ديالهم. حنا رحنا غير 5000، حنا قلال، حنا رحنا قلال، راه ماشي شي ملف اللي هو ثقيل. وزارة الصحة ما عرفناش الصامة الأذان ديالها علينا، راه حشومة وعيب. وشكرا. جيستومون ما استجبت لنا حتى شي حاجة، حنا كنا كنأملوا بأن زعما هاد الوقفات كنوصلوا واحد الصوت ديال الممرض اللي طول اللي دائما كيخدم بيان سيغ، ولكن في هاد كوفيد ماشي غير خدم، مات بالخدمة، تعرض للأخطار، بزاف د الممرضين ديالنا اللي مرض اللي مساكن في واحد الحالة حرجة، كنا كنتظروا واحد الترقيات استثنائية، واحد الاعتراف بالمجهود ديال هاد الناس، ولكن تفاجئنا بواحد الإقصاء، واحد الإقصاء اللي زعما ضد الإنسانية ماشي غير ضد الممرض، لأن لا يعقل أن البنادم اللي تيخدم وفي هاد الظروف وديما غير بارك عينات لي بافيت اللي النفس ديالك ما كتبقاش تنفس مزيان، وفي الأخر تفاجئ بأن فعود ما حنا كنطلبوا ترقية استثنائية، كنطلبوا ترقيات بواحد الوقت سريع، وهما كيعطيونا عامين بحال زعما حنا كنطلبوا غير الفتات. حنا دابا كنطلبوا الكرامة ديال الأطر الطبية، الكرامة ديالنا فوق كل شيء، ماشي يضحكوا علينا بالفتات. دونك كنطلبوا الترقيه الاستثنائيه والتسريع في جميع الترقيه. ايوا هذا هو خويا المستغرب، وانت كتقولها هذا الشيء اللي مستغرب، بحال زعما فعود ما يجازيونا كيعاقبونا. علاش كيعاقبونا؟ كيعاقبونا لان الناس ديالنا كلهم مساكن مرض وفي حاله يرتلاها، والله العظيم التنفس ما كيتنفسوش، ويجي يقول لك بان زعما
انتما كتقولوا راه تبارك الله عليكم، حتى انتما كنشكركم لانك توقفوا معنا. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.